نارين بيوتي تكشف حقيقة خلافها مع أنس وأصالة وأسامة مروى يساندها. نعم مثل ما سمعتوا، فمن قبل فترة جدا طويلة انتشرت إشاعات كثيرة حول وجود خلاف بين أنس وأصالة ونارين بيوتي، وهذا جاء من بعد عدم ظهورهم مع بعض وعدم حكيهم عن بعض لفترة جدا طويلة، رغم الصداقة الكبيرة اللي جمعتهم ببعض سابقا، حيث كانت أصالة الصديقة المقربة لنارين بيوتي من بين كل اليوتيوبر، وبقى سبب الخلاف غامض ولحد الآن رغم مرور عدة أشهر عنه، إلا أن الجمهور تداول ولاحظ قبل فترة قصيرة عن إمكانية عودة العلاقات بينهم من بعد ما حطت أصالة المالح لايكات على صور نارين بيوتي من بعد انقطاع دام لفترة جدا طويلة، وشاف البعض أنها ممكن تكون مبادرة من أصالة للصلح بين بعض، ولكن نارين لم تبادل أصالة اللايكات وما حطت ولا لايك على بوستات أنس وأصالة الأخيرة، ولكن وبآخر مقابلة لها ضمن برنامج رغود الرمضاني 1 to 1 ذكرت نارين اسم أصالة كدليل أنه ما في خلاف بينهم أو أي حقد وعداوة بينهم، والجمهور ينتظر أسامة مروة ليصلح بينهم نظرا لعلاقته الجيدة بعائلة البيوتي واللي عم بنشوفها أكثر وأكثر آخر فترة، حيث عم بيزورهم بالبيت ويحضر حفلاتهم وآخرها حفلة عيد ميلاد نارين بيوتي، ولكن أسامة دائما يختار الجانب المسالم ويبقى بعيد عن المشاكل والخلافات. فشو رأيكم أنتو؟ هل حيكون في صلح بين نارين وأنس وأصالة ونشوف لقائهم قريبا أم لا؟ وشو رأيكم بموقف أسامة المحايد والبعيد عن الخلافات؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. أياتي يعني مو أياتي؟ بنت ما عندها أخوة مشاهير وما أنا عايشة هون، بس جاي على دبي وأنا شايفت أصالة. أصالة المالح؟ إيه؟ ليش أصالة المالح؟ لأنه شايفتها من قبل وجاي على دبي وما عايشة هون. حلو، معناته لازم كمان تلويح علشان نشوف إذا هاي صح ولا لا.